اليوم بدنا نحكي عن رأس الإضاءة الجديد من شركة جودوكس، الجودوكس VL200. بطلت بس قطعة واحدة، صار مكون لثلاث أجزاء: رأس الإضاءة، جهاز التحكم، والشاحن لحال. رأس الإضاءة اللي موجود هون يعتبر COB، واللي تابع قناتي وفيديوهاتي بعرف شو هم رؤوس إضاءة COB. شريحة LED موجودة على بورد إلكتروني وإلها تبريد خاص فيها مشان ما تحمى. الجديد هون بالجودوكس VL200 أنه برؤوس الإضاءة القديمة كان كل شيء موجود برأس إضاءة واحد وسلك، لكن هون فصلوا جهاز التحكم لحال والشاحن لحال، فصار عندك بالشنطة ثلاث قطع. الشاحن بتوصله على الحيط، بعدين بتوصله على جهاز التحكم، بعدين بتوصل جهاز التحكم برأس الإضاءة. والأسباب هي زيادة كفاءة رأس الإضاءة من ناحية التبريد، كمان تخفيف وزنه، وغير هيك إذا كان رأس الإضاءة بعيد عنك بتقدر تتحكم فيه لحاله. جهاز التحكم صراحة حجمه كثير كبير، والسبب إنه في مكان لبطاريتين V mount battery ورا يتركبوا حتى تقدر تشغله بس على البطارية. عادة عن هيك الجهاز بسيط جدا، فيه كبستين on and off وكبس مشان تشنن والجروب إذا بدك تشغل الريموت، وعجل حتى تتحكم بالباور تاعته، وفي سلك لتعليقه على الستاند إذا بدك. الشاحن اللي بيجي معهم زي شاحن اللابتوب بس حجمه شوي كبير. انا ما بفضل صراحه انه الشاحن يكون منفصل عن جهاز التحكم، فعملوا لك حل بسيط جودوكس انه عطوك حزام فيلكرون بتركبه على الشاحن، وبتقدر تركبه على جهاز التحكم من ورا فبصيروا قطعه واحده، وفي حال ما بدك الشاحن تقدر تركب بطاريتين وخلص. والبطاريات اللي بدعمها الفي ماونت باتري والجولد ماونت باتري. بالنسبه لجوده التصنيع حبيت كيف جودوكس بلشوا يهتموا بالكواليتي تاعت رؤوس الاضاءه عندهم، ففي فرق شاسع بينه وبين SL200، مبين عليه انه جهاز روبست وممتاز، ومهتمين حتى بالالوان انه بلشوا يضيفوا اللون الاصفر تاعهم المعروف عن جودوكس. الممسك اللي موجود نفس اللي كان موجود بالFV200، واتوقع بالUL راح يكون كلهم نفس الشيء بكواليتي جدا عالي، وبقدر يتحمل وزن كثير كبير حتى لو ركبت عليه سوفت بوكس جدا كبير ووزنه ثقيل. بالنسبه للرفلكتر اللي بيجي معاه اللي هو الرفلكتر الجديد اللي غيروا فيه التصميم حتى يزيدوا الباور وتركيز الطاقه تاعته. اما بالنسبه للتبريد، المروحه كانت بالاجهزه القديمه تشتغل اول ما تشغل الجهاز حتى لو الجو بارد والجهاز بارد، لكن بالجودوكس VL صارت المروحة تشتغل لما يحمى الجهاز، وحتى لو حمل LED أو الجهاز بشكل عام المروحة بتشتغل، لكن صوتها بيكون شبه مخفي، وهذا إشي ممتاز جداً بتصميم المروحة الجديد. واللي بحبه في جودوكس انه دائما بضيفوا مدخل للامبريلا المظلة اذا بدك تحطها، ومدخل الستاند او السبيغوت بيكون افقي وعمودي حتى تقدر تتحكم فيه اذا بدك تضربه على السقف او على الارض. بالنسبة لكمية الاضاءة اللي طالعة من رأس الاضاءة راح نحسبها باللايت ميتر من سيكونيك اللي هو L7 58DR. بالنسبة للفيديو الماضي سمعت ملاحظاتكم كيف انه كانت ايدي تتحرك شوي، ما كانت المسافة متر 100%، فهالمرة عن طريق متر ليزر حسبت المسافة بين اللايت ميتر والرأس الرفليكتر بالضبط متر بالضبط. وحتى نقيس الباور 100% خلينا نطفي الكي لايت اللي ضاويني هسا ونضوي رأس الإضاءة الجودوكس VL200. بما انها إضاءة مستمرة راح استخدم الإعدادات اللي انا مصور فيها عادة تصوير فيديو، شتر 1:50 وايزو 160، اعطاني فتحة لينا بعد ايدي فتحة 29 مع الرفلكتر اللي بيجي فيه. عجبني انه كيف بضوي شوي شوي وبطفي شوي شوي، فلما اطفيه ممتاز. بدنا نجرب موديفاير ثاني كمان نستخدمه مع رأس الإضاءة هون اللي هو السوفت بوكس من جودوكس 80 سم 120 سم مع الجريد، ونشوف قدام نحتاج فتحة على هاي الإعدادات. بدنا نوسع له طبعا، بدنا مسافة له، بدنا نبعد شوي نعمل زوم اوت مشان نقدر نشوف. هون على مسافة متر بالضبط نطفي الكي لايت ونضوي الفي ال، شوف قدام نحتاج فتحة هسه على شتر 1:50 وايزو 160، نحتاج فتحة 5 على بعد متر من السوفت بوكس. لا ننسى هذا الحجم كثير كبير ومركب الجريد. بالنسبة لكمية الطاقة اللي طالع منه إذا ما كانت مناسبة إلك وبدك أكثر، في منه نسخة أعلى اللي هي الجودوكس VL300. وآخر شيء ممكن نحكي عنه إنه عائلة VL من جودوكس بيجي معهم شنطة خاصة فيهم، والشنطة صراحة ممتازة، ما بنحكي انها توب كواليتي لكن مريحه جدا، والسفنج اللي موجود فيها بيساعد انه ما ينجرح او تنضرب المعدات اللي موجوده جواته. وفي الشنطه بيجي راس الاضاءه مع جهاز التحكم، الشاحن والرفلكتر والاسلاك اللي بتوصل بينهم وريموت. هاي كانت مراجعه سريعه على الجودوكس VL200. ان شاء الله في فيديو لاحق راح نعمل مقارنه بين رؤوس الاضاءه كامله من شركه جودوكس بس يوصل الجودوكس UL. اللي بيعرف شو اليو ال بدون مروحه، يعني لغوا مشكله الصوت تماما. متحمس جدا لهذا الفيديو. بكل الاحوال حبايبي اذا عندكم اسئله او مصطلحات او معدات حابين نحكي عنها بالفيديوهات الجاي تقدر تبعثوا لي على الفيسبوك او الانستغرام ليو.حماتي، وتذكروا دائما انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصه. يعطيكم العافيه.